العقل السليم في الجسم السليم. في العيادة كل أحد وثلاثاء زيارة إلى الطبيب لمعرفة أعراض الأمراض التي تصيب الإنسان وكيفية الكشف عليها ومعالجتها وصولا إلى الشفاء منها. فإلى محطتنا الصحية في العيادة لحلقة اليوم. والآن هاني استعداداً لشهر رمضان سوف نطرح موضوع يعني كلنا عم نتحدث فيه بالفترة الأخيرة. فالصوم يشمل الامتناع عن تناول الطعام والشراب طوال ساعات النهار، وقد يعفى من الصوم المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية أدوية خلال اليوم، وأيضاً الذين تكون صحتهم غير مستقرة. نعم، ينظر إلى الصوم على أنه فرصة ثمينة لإعادة التوازن للجسم وبناء حياة صحية تنعكس إيجاباً على الصائمين. ومع تأكيد الأطباء أهمية استشارة الطبيب بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب وأيضا الحوامل والمرضعات لمعرفة ما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح لهم بالصوم أم لا. وأيضا يتغير نمط حياة الإنسان في رمضان، إذ تتاح للصائمين فرصة ذهبية لتبني نظام يحافظ على حيويتهم ونشاطهم وصحتهم. أيضا خبراء الصحة يؤكدون أن صوم رمضان يعود على الناس بفوائد صحية ونفسية واجتماعية. نعم، فهو يدرب النفس على الصبر والالتزام ويصقل الجسم من خلال ترك عادات غذائية سيئة تضر بالصحة. يرى الأطباء أنه الاستعداد للصوم يجب أن يبدأ قبل شهر المبارك بنحو أسبوع تقريبا لتعويد الجسم على الصوم تجنبا لأي مشاكل صحية. ولغوص في تفاصيل هذا الموضوع معنا في الاستوديو اختصاصية الطب الباطني في المشفى الألماني السعودي دكتورة هند حمدي حنتوش. دكتورة هند أهلا وسهلا بك، ضيفة كريمة على سكاي نيوز عربية. صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني بنسمع كتير ناس لما بيقترب شهر رمضان بيقولوا أول شيء للعبادة وتاني شيء تيعملوا حمية غذائية معينة، هل توافقين وهل فعلا ممكن الواحد ينجح بهذا الموضوع؟ طبعا أكيد نحن نعتبر طبعا فترة الصيام برمضان هي عبارة فترة علاجية للتخلص من السموم الموجودة بالجسم، للتخلص من الشحوم الزايدة، يعني شو نحن نقول ديتوكس تبع الجسم يكون هذه الفترة، بس على شرط أنه المريض يلتزم أو المريض أو الإنسان العادي يلتزم بشروط معينة، مثلا يشرب الكميات المي بكميات معتدلة ويغطي يعني حاجة الجسم أثناء فترة الفطور ما بين فترة الفطور إلى السحور، يحصل على يحاول إنه يأخذ كل المينرالز الفيتامينز الأملاح اللي يحتاجها الجسم عشان يعوض النقوصات الموجودة بالجسم. ومثل ما تفضلت إنه فترة الصيام طبعا بتكون هي فترة علاجية وقائية تخلص من السموم، تساعد على تقليل الانفلاميشن بالجسم، تساعد على الهيلينج يعني تعافي بالجسم، وتحاول انه نعطي فرصة للأعضاء جسمنا انه ترتاح بهذه الفترة. طيب هذا اذا ما تحدثنا عن الموضوع يعني من الناحية الإيجابية للجسم، ولكن مثل ما بنعرف عادة في عادات وكثير النمط العيش ما بيساعدنا كثير بهذا الموضوع، يعني القطايب والحلويات وغير ذلك. كيف ممكن اليوم انه نأخذ ما نستطيع من طاقة من خلال الطعام الذي نتناوله بين الإفطار والسحور من دون الإسراف فيه؟ أولا لازم يعني بصورة عامة نتكلم أنه على الأكل، طبعا واحد يأكل يعني يكون كميات صغيرة حاجته بالضبط، وتكون بين يعني أنه متقطعة مو وجبة متقطعة فطور وسحور فقط، لازم تكون وجبة مثل ما بنسوي باليوم العادي أنه السناكس تكون كل ساعتين ثلاثة واحد يأكل شيء بسيط. أهم شيء نكثر من الفواكه والخضروات لأن تحتوي على الفايبرز، لأن المشكلة طبعا مشكلة كل الصائمين تكون هي الكونستيبيشن الإمساك في فترة رمضان، فلهذا السبب نحاول أنه نأخذ يعني أكثر الفواكه والخضروات اللي تحتوي على الفايبرز والمي، لأن يعني مثل ما نعرف أنه تقريباً 60% من كتلة جسم الإنسان هي مي، فلهذا السبب أنه نحاول نعوض لأن نحتاج المي بالأيد تبع الجسم، نحتاجه عشان تتكون الخلايا. نعم. ونمو الخلايا وإفراز الفضلات. نعم، بعض الناس بيقولوا لك أنه أنا صايم كل النهار وبيجي وقت الإفطار بحق لي أكل كل ما أريد من أكل حساء خبز وحتى حلويات، إلى أي مدى هذا مضر بالإنسان وجسمه؟ طبعاً يكون أكيد مضر لأن أنه أنت صايم النهار كله، بس تجي تفطر وتاكل كل السعرات الحرارية أثناء المفروض تاكلها أثناء النهار تاكلها في وجبة واحدة، ممكن تؤدي إلى التخمة، ممكن تؤدي إلى عسر الهضم، ممكن تؤدي إلى الحموضة، واللي هذه اللي هي الموست كومن إنه سايد افكت إنه إذا واحد يأكل بصورة يعني
كبيره، كميات كبيره. ممكن يسوي له دوران دوخه، فواحد يحاول يتجنب هذا الشيء. موجود واحد عنده الوقت من الفطور للسحور يحاول يقسم الاشياء وما ياكلها ورا بعض. طيب يمكن تحدثنا شوي عن العادات الغذائيه، خلينا نتحدث عن عادات اخرى، الرياضه والنوم. الى اي مدى هذان العاملان مهمين بهذا الإطار من أجل يكون في طاقة وبنفس الوقت توازن بالجسم؟ طبعاً الرياضة بصورة عامة هي مفيدة إذا كنت صايم وإذا كنت ما صايم، بس تختلف أنه النوع الرياضة اللي نفضلها أثناء الصيام أو بعد الفطور. نفضل الرياضة تكون الخفيفة مثل المشي، أسهل شيء أنه يكون مشي بعد الفطور، it's okay. يكون مو المشي في الأوتدور بالمناطق الخارجية بسبب حرارة الجو، وسبب أنه الإنسان أوردي يتعرض لفقدان السوائل خلال فترة الصيام الطويلة، كما يصير في جفاف عشان الجفاف. بالنسبة للرياضة، بالنسبة للنوم، النوم it's okay. يعني ما أعتقد أنه حيتغير أنه نمط الحياة كثير، لأن يعني كل الناس أدها شغل، أدها مسؤوليات أثناء النهار، فأعتقد أنه ساعات النوم حتكون نفس ساعات النوم الطبيعية، بس واحد ما يفرط بالسهر، لان انه كل ما حتكون صعبة كل ما حتكون اكل وحده لتنتين بالليل، فمتابعين. طب عندي سؤال بهذا الاطار، وجبه السحور دائما بيقولوا انها مهمه للغايه، اليوم ما هي الماكولات اللي ممكن ناكلها حتى نقدر نضاين على العطش ونكون عندنا حاله شبع خلال النهار، وما الاخطاء التي يقوم بها البعض؟ اهم شيء انه احنا بفتره يعني وجبه السحور ناخذ البروتينات اللي يحتاجها جسمنا، مثلا اللبن، الجبن، البيض، يعني نعتبره مثل الفطور، احنا نقول قصدي البريكفاست، انه احنا نعتبره مهم فناخذه، واكيد طبعا كميات معتدله. اكيد لازم ناخذ الكربوهيدرات والنشويات، بس تكون الفول كون، تكون اللي تكون الحبوبات الكامله، وطبعا بنسب معينه، يعني مثلا احنا 30% بدنا بروتين، 40 تقريبا بالمئة بدنا كربوهيدرات، يعني هو الصحن الطبي. ما نحاول ناكل كثير سكريات اثناء في ناس بياكلوا كنافه يعني ممكن مره بالشهر، هو شهر كامل مره واحده is okay، بس not every day. ليش؟ لان الاكلات الدسمه، الاكلات الحلوه كثير، الاكلات المسكره كثير، الاكلات اللي فيها املاح او المعلبه بتعطشك، بتزيد على انه يصير عندك جفاف. فهذه مشكله. ونحاول طبعا نبتعد عن الكافيين والسجائر والتدخين، يعني يمكن فرصه للمدخنين يبتعدوا عن هذا الموضوع. اكيد. طيب هون بدي أسألك كمان سؤال آخر في هذا السياق فيما يتعلق بالإفطار. يعني واحد بيوصل جوعان، بيتناول كميات كبيرة من الطعام، كيف يجب أن يكون تتالي أو توالي الطعام؟ كيف بيبدأ وكيف بينتهي؟ نعم، عندي سؤال بهذا الإطار، دائما بيقولوا لنا الوجبة الأولى لازم تكون حساء، هل بتتوافق على هذه الفكرة؟ طبعا بموافق عليه، دائما يكون أنه مو شيء بارد عشان ما يصير تقلصات بالجهاز الهضمي. طبعا أهم جهاز حيستفاد من فترة الصيام برمضان هو الجهاز الهضمي، فنحاول نكون لطيفين معاه، نبدي بشيء ساخن دافي من دون ما نقصوا عليه كثير. طبعا اكيد ما نقصوا عليه، بيعملوا حمية غذائية خلال هذا الشهر وبيؤدي لاغماءات وغيره خلال اليوم. نحاول نبتعد عن الاشياء السبايسي كثير اول ما تبدين، طبعا اول ما اول الوجبة اول الفطور. شكرا جزيلا لوجودك معنا خلال هذا الصباح، الدكتورة هند حمدي حنتوش من المشفى الالماني السعودي اختصاصية الطب الباطني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ورمضان كريم. مستمرون معكم وتتابعون في الصباح.